نبدأ بقى في الكلام يعني الكبير. يعني طبعا الحقيقة طول الوقت احنا بنتكلم انا وانت يا سهام، وطبعا فريق العمل، عشان بنحاول بقدر الامكان نقدم يعني اعلام محترم ومحتوى يليق باسم النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي. عايز كمان اقول ان يعني احنا لسه مستمرين اكيد الحديث عن مباراة الاهلي والوداد لن ينقطع، وان شاء الله مش هنقطع لغايه باذن الله ما قلت يوم الجمعه ان شاء الله ناكد ان احنا خلاص وصلنا للمباراه النهائيه ان شاء الله. انتوا عارفين المباراه هتقام يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. عجبني كمان جدا يعني كمان الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه بدايه مع نهايه مباراه الاهلي والاولاد والوداد والاهلي في المغرب، عن ان كيفيه ان المباراه طبعا مباراه رائعه ونتيجه اكتر من رائعه، لكن الجزء الهام اللي كنا بنتكلم فيه ان النتيجه ما تخدعناش، والنتيجه نتيجه كبيره، لكن هي عباره عن شوط واحد للوصول للمباراه النهائيه. الشوط الثاني لسه هيكون في القاهره، واتكلمنا مع ضيوفنا واتكلمنا من خلال احاديث فنيه مع نجوم كتير جدا ان في يعني النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده موسيماني يعني كمان عندهم النقطه دي واصله بشكل كبير جدا، وهم تقريبا اتكلموا فيها بشكل كبير بعد المباراه مباشره. موسيماني اتكلم فيها في المؤتمر الصحفي ان احنا بنقول احنا عملنا مباراه كبيره، وكان الراجل يتمنى ان احنا نكسب اكتر من 2-0، لكن كمان بيقول لا احنا كمان عندنا شوط تاني لسه في القاهره. وفريق الوداد زي ما اتكلمنا سهام، فريق محترم، فريق طبعا كبير، وانه قادر فعلا على العوده للمباراه، وانا بقول كده بناء على خبراتي كمان كلاعب ان في مباريات كتيره جدا جدا بيكون الواحد مستسهله لكن بتبقى المباراه صعبه، وده اللي وصل للجهاز الفني اكيد، ووصل للعيبه، وكمان وصل لمعظم الجماهير الاهلاويه اللي بتقول لا نخلي بالنا ان الوعية. لسه طبعا لسه برضو المشوار ان شاء الله لسه له كمان خطوتين. الخطوه صحيح. الاولى ان شاء الله يوم الجمعه التاكيد للوصول للمباراه النهائيه، والخطوه الاخيره ان شاء الله المباراه النهائيه.